إذا فقرة جماهيركم مشاهدينا الفاضل خصصنا لأنصار سريع غيليزان رئيس الفريق منور صغير متواجد معنا وأيضا زميلنا الصحفي مصطفى بن حميدة نزل إلى شوارع غيليزان تقترب من أنصار سريع ليتحدث على وضعية الفريق. هذا الفريق الذي كان ينشط في قسم المحترف الأول بدأ يندثر رويدا رويدا اليوم متواجد في قسم الدرجة الثالثة. نستمع لأنصار سريع غيليزان ما قالوه وما تحدثوا عنه ثم الكلمة ستكون هنا مع ضيوف في بلاطو. إدارة سابقة هي تتحمل مشكلة الديون. حنا هذا الإدارة اللي جات جديدة هذه بقيادة منور راهي في النادي الهوي، والنادي الهوي ما عندوش علاقة بالشركة. دروك هنا أصلا انتردي الهوي باي يخلص على الشركة. دروك المشكلة هنا المطروح. وثانيا دروك هنا شفنا وين لا فيديراسيون تعاملت بالكيل بمكيالين. كاين اللي ما خلصوش كاع وراهم عطاهم لي ليسونس وراهم يلعبوا، كاين اللي عندهم الديون اكثر من 100 مليار وراهم يلعبوا نورمال. ومام حتى الاداره السابقه بقياده السيد حمري حنا ماذا بينا يجي يدير بروتوكول. ساري غيليزان ما عندوش حل، ما عندوش حل. الحل الوحيد تسني على البروتوكول او شهادة الوفاة. نطلبوا من الناس اللي ولاد غيليزان فري ولاد غيليزان نطلبوهم يعاونونا، يعاونوا الفرقة تاعنا. الفرقة تاعنا راهي يلقى يعاونوها. هو دروك كل واحد يجبد على جهة اللي يقول لك ونهار اللي يبينوا روحهم يجيونا بالكوستيمات يتفرجوا. ها دير واحد دير روحك وري لهم الدراهم عطيهم عاونوهم. الفرقة هذه فرقة سيد ديزات يلقى يعاونوها الناس ولاد غيليزان. الفريق من مقود أزمة مالية سقط لا غالب. وحنا نطلبوا من السيدي والي اللي هنا ولا اللي وراه كتب العام يعيط لحم محمد حمري باش يرجع الفريق. ما يتحملش الديون من ورا، ما يتحملش. هذا رئيس جديد هذا جابوه، هذا رئيس جديد اللي جابوه. هذا ما لا غال ما عندوش ويبغي يحب ساري غيليزان يبغي يعاونوا. هادو جاو يعاونوا، جاو يعاونوا الفريق هذا. ولا غالب من ما عندهمش الامكانيات. لا غالب هم قاعدين اون سونس. هذا الناس هادو جاو باش يعاونوا الفرقه على مع الهوات ماهوش مع السينيور هادو. بون هاد الفرقة اللي طاحت هادي طيح شكون اللي طيحها؟ طيحوها الناس اللي كانوا فيها من لا سيزون من لابريميير من لابريميير اني تاع الناسيونالين للدوزيام اني. ها شوف وين ولات الفرقة وين راهي. دروك هاد الناس هادو ما يتحملوش هاد المسؤولية هادو. هادي هي هادو مساكين جاو يعاونوا جاو يردوا هاد الفرقة هادي. نورمالمون هاد الناس هادو اللي جاو ما عندهم حتى مسؤوليه باه يسلكوا الفريق من الديون هادي. هاد الناس الولا خلاو الديون تراكمت بزاف. ويجي اي انسان دروك باه يقول لك انا نسلك لك ما يعطيكش يسلكها، لازم يسلكها الفرقه هادي يسلكها الجميع. باه تكون يد واحده ما تصفق.